يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف يبتعد الشاب عن العادة السرية؟ يبتعد إذا علم أنها حرام، ودليل ذلك قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا من القرآن. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وجه الدلالة من الحديث على تحريم العادة السرية التي هي الاستمناء باليد أو بوسادة أو غيره، أنه لو كانت العادة هذه جائزة لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها أخف من الصوم، ولأن فيها متعة. فلما عدل عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصوم، علم أنها ليست بجائزة. وليتصبر الإنسان، فقد قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم.